يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن سماء الدنيا هي مكونة من دخان وليست بنيانا، كلامه صحيح وما حكم قوله؟ منين جاب هالكلام هذا؟ منين جاب لنا هالكلام؟ السماء كلها بنيان، السماء بنيناها بأيدي، السماء كلها مبنية. السماء على قسمين، السماء بمعنى الارتفاع، كل ما علا وارتفع فهو سماء، مثل السحاب يقال له سماء، مثل الجو يقال له سماء، هذا نوع. النوع الثاني السماء المبنية، وهي السماوات السبع، هذه مبنية ولها أجرام عظيمة وهائلة، خلاف الجو، الجو ما فيه أجرام ولا فيه فضاء. نعم.